مدونة الأسرة اشتغلت على لجنة اللي كانت من تعيين جلالة الملك، وهذه اللجنة استمعت لجميع الأطراف بما في ذلك حتى يعني المذكرات التي كانت متناقضة فيما بينها، واشتغلت لواحد المدة ديال 6 شهور وأعدت تقريرها الذي رفعته لجلالة الملك. والأصل أن هذا التقرير خاصه يكون سري ويكون فقط عند جلالة الملك لكي يبت فيه ويعني يعطي فيه رأيه قبل أن يعرض على يعني المجلس النواب ومجلس المستشارين ليتم التصويت عليه كقانون، لأنها مدونة. وإذا بنا نفاجأ أنها مجادة مسربة، والذي سرب وهو وجهة نظر واحدة التي لا تحترم المرجعيات التي نشتغل بها ونعيش بها نحن كمغاربة في هذا البلد، وهي المرجعية الإسلامية للدولة اللي كاينة في الدستور، وكذلك إمارة المؤمنين. فنحن نستغرب أولا من هذه التسريبات، ونتمنى أن لا تكون صحيحة، وأن ما تكونش هذا هو التقرير اللي كاين ديال اللجنة، ونعتبرها بأنها سابقة أن يسرب تقرير المفروض أن يتحفه السرية ويطلع عليه فقط جلالة الملك. فهذه خاص تكون فيها متابعة قضائية للذين تورطوا في هذا التسريب.